كابتن شافي الدوسري احد نجوم الفريق ما شاء الله، يعني نجوم اللي ما شاء الله نشاهدهم سواء على مع الفريق الهلالي على المستوى الاولمبي او المستوى طبعا الفريق الاول وايضا مع المنتخب الاولمبي. شافي يعطيك العافيه، معليش خليت البرد ياكلك يعني، مطولنا انا وياك هنا. كابتن اتكلم معك اليوم في مباراه هلال واتفاق، ان تلعب امام الاتفاق، ان الاتفاق مش خاسر ولا مباراه وتفوز عليه اليوم بهدف يعني مقبوله ممكن من الهلال، لكن الغير مقبول كابتن مطرود لاعبين وما تجيبون هدف. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله على كل حال، اهم شيء الثلاث نقاط وخذيناها الحمد لله. طبعا زي ما انت شايف المباراه كنا الشوط الاول اتوقع انه لعبنا كره، يعني اتوقع انه لعبنا كره كويسه. طبعا تعرف انت اي فريق ينطرد منه لاعب يزود من الانتاج حقه، بيزود من قوته وبيتحمسون زياده، ولعبوا ضدنا الشوط الثاني بتركيز اكثر منه، انه شوي اشوف انه قل عطانا الشوط الثاني بحكم ان يعني شفنا نفسنا ان كاملين وكذا. ف فريق نادي الاتفاق ما شاء الله عليهم انطرد من عندهم اثنين، وهم ما شاء الله يعني زاد تركيزهم و جايين يخربون ترى. شيك انت يا اخي، راح خلاص غير شيك، برد يا اخوي حبيبي والله. والله جاي يعني شايفينك برة الملابس جايين يخربون، يزحفون يزحفون. خلصتوا ولا باقي؟ خلاص هدفك حلو كابتن، هدفك حلو ترى، الله يخليك. فاقول يعني زي ما قلت لك الشوط الثاني زاد تركيز الاتفاق بحكم انه ما انطرد منهم اثنين، والله اشوف انهم ضغطونا شوي، بس الحمد لله على كل حال. يعني اشوف الحمد لله مشي ثلاث نقاط بالنسبه لي. يعني ابو هذال طرد ما تستحق بطاقه صفراء الكره اللي ارتقيت لها؟ بصراحه انا اشوف انها، اتوقع انها اوت، فقلت ليش اخلي الكره تروح ونضيع وقت وهذا، خليني اجيبها، بس جبتها كانت اوت. انا اشوف اوت تعمد يعني لمس الكره ترى بطاقه صفراء، بس كانت خارج الملعب. لكن هم اللي شايفينها انها داخل الملعب. والله عد الله اعلم، انا شفت، انا توقعت انها خارج الملعب، اذا كانت عاد داخل الملعب بعد خلصت المباراه، يعني المراجع يعطيني كرت مره ثانيه. لا يعطيك العافيه كابتن، لكن شاهدتها يمكن ردود افعال قويه. والله تعرف حماس من اللعيبه والحمد لله. كابتن لا تزعل، لاعب اتفاقي قبل شوي تكلم معي يقول الكابتن شافي كان له الفاظ مسيئه داخل المباراه وسامعينها يقول اللاعبين وكان الحكم موجود. اول شيء يعني ايش اقول؟ الحمد لله يعني الوالدي هذا الدوسري يعني رباني تربيه الحمد لله، يعني اشوف انه الحمد لله يعني رباني اول شيء التعامل يعني الكويس مع سواء داخل الملعب وخارج الملعب، يعني بغض النظر يعني سواء كنت متحمس في المباراه او غير كذا صعب. يعني هو يقول الحين الفاظ مسيئه طبعا، يقول لي في جانب خاص يعني اتكلم مع رفض يطلع في تلفزيون. انا بصراحه يعني اشوف انه الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله راضي على الاخلاق اللي انا امتلكها الحمد لله سواء داخل الملعب او خارج الملعب. هذه عارفينها كابتن. الحمد لله رب العالمين، يعني صعب اني اشتم سواء انت غلطت علي او ما غلطت علي، صعب اني اشتم، ممكن اقول يعني يا اخي هد كذا ارفع صوتي اوكي، بس لكن شتم وما شتم مره يعني ما اقدر اسويها مره. يعطيك العافيه، عشان كذا انا سالتك اني مستغرب بالشيء هذا. لا الحمد لله، يعني الكل يعرف من اصحابي الحمد لله رب العالمين والقريبين مني اني صعب اشتم سواء انت غلطت علي او ما غلطت علي، يعني بيننا حكم وبيننا ملعب، انا ما اتكلم بلساني، انا اتكلم ان شاء الله يعني بالمستوى وبالاخلاق كذلك. يعطيك العافيه. طول عمرك، شكرا. يعطيك العافيه. اذا